أخبار اليوم. أهلا بكم معنا ونشرة رياضية جديدة من نشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم. الزمالك استبعد الكهرباء من مواجهة بتروجيت ويفتح المجال لرحيل. ميسي يضرب رقما قياسيا جديدا ويعادل كومان. الإسماعيلي يستعين بالشباب لمواجهة تمرد الكبار. أبو تريكة يستعيد ذكرياته مع جوزيه مورينيو. وفاة لاعب الأهلي كيميران إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. أبو تريكة يستعيد ذكرياته مع جوزيه مورينيو. تعادل ماجيك محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ذكرياته مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلي الإنجليزي ورويال مدريد الأسباني. هذا وقد نشر أبو تريكة صورة له مع مورينيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما تقابلا سويا خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالمكسيك. وقد تبادل الطرفان الحديث حول وجهة مورينيو المقبلة والفريق الذي سيتولى تدريبه في الفترة القادمة وعن ذكريات نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 في غانا والذي حقق المنتخب الوطني اللقب بقيادة أبو تريكة الزمالك استبعد كهربا من مواجهة بتروجيت ويفتح المجال لرحيله. قرر بشكل غير معلن توقيع عقوبة الاستبعاد على نجم الزمالك محمود كهربا من المشاركة في مباراة فريقه أمام بتروجيت بالدوري العام، وجاء هذا القرار على خلفية الأزمة الأخيرة التي أثارها كهربا لحظة استبداله في لقاء المحلة السابق بالدوري. هذا ويذكر أن العقوبة هي تغريم اللاعب وفتح مجال الرحيل له في حالة حصوله على عرض احتراف مناسب. الإسماعيلي يستعين بالشباب لمواجهة تمرد الكبار. قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي استدعاء لاعبي فريق الأمل للانتظام في تدريبات فريق القرى الأول، وذلك بعد استمرار تمرد لاعبي الفريق ورفضهم المشاركة بداية تعرضهم لسباب من الجماهير وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وذلك استعدادا لمواجهة المقصة يوم الجمعة القادمة. وقرر العميد محمد أبو سعود رئيس النادي تكليف عيد فرج رئيس قطاع الناشئين بالتنسيق الكامل مع خالد القماش المدير الفني لاستدعاء العناصر المميزة بالقطاع مع استبعاد كافة لاعبي الفريق. ميسي يضرب رقما جديدا ويعادل كومان. عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي للتسجيل من الكرات الثابتة بقميص برشلونة بعد أن أحرز هدفه الأخير في مباراة الديربي أمام إسبانيول، ويبلغ الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم المدفعجي الهولندي رونالدو كومان 23 هدفا، حيث اشتهر الهولندي ونجم برشلونة في التسعينات بالتسجيل من الكرات الثابتة مستغلا مهاراته الاستثنائية في التسديد بقوة ودقة عالية. ولعل أبرز أهداف النجم الهولندي ذلك الهدف الذي سجل في ملعب ويمبلي الشهير في الموسم 91-92 والذي مكن برشلونة من تحقيق اللقب الأوروبي الأول بعد الفوز على سامبادوريا الإيطالي بهدف مقابل لا شيء. قد وضع الهدف الأول الذي سجله الأرجنتيني ميسي من ركلة ثابتة اللاعب جنبا إلى جنب في صدارة المسجلين من الكرات الثابتة في النادي الكتالوني. وتمكن ميسي من معادلة رقم كومان على الرغم من أنه لم تسند له هذه المهمة إلا في السنوات الأخيرة بعد أن كان هناك العديد من اللاعبين الذين تميزوا بالتسديد من خارج المنطقة أمثال رونالدو وتشيفي وتيري هنري. وفاة لاعب الأهلي في الميران إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. لاقى كريم فايد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أمس الأربعاء مصرعه عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مرانه مع أحد الفرق التايلاندية التي يحترف في صفوفها. هذا وقد كان كريم فايد يلعب في الدوري الماليزي ويخوض حاليا فترة اختبارات في تايلاند وغير مرتبط بعقد مع النادي. ويذكر أن كريم فايد كان من لاعبي الأهلي المميزين مواليد 1989 وانضم من قبل إلى المنتخب الوطني للشباب. سعدت بلقائي معكم وإلى نشرة رياضية جديدة من نشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم. كانت معكم نور بهيم.